في هذه الجزئية أود أن نأخذ رأي السيد نظير مجلي خبير الشؤون الإسرائيلية من الناصرة. سيد نظير أهلا بكم، سعداء بوجودك معنا الليلة. هل ترى بأن بالفعل العلاقة ما بين نتنياهو وبايدن هي بالفعل تصل إلى مرحلة الخطوط الحمر أو تكاد تلامس مرحلة الخطوط الحمر، خصوصا بعد تقرير CIA بالأمس الذي تحدث عن مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو والحكومة البديلة التي يمكن واشنطن أن تتعامل معها مستقبلا؟ مرحبا بك أستاذ عمرو، ضيفك الأستاذ خالد، وبالإخوة المشاهدين المشاهدات. يعني أعتقد أن الخطوط الحمر التي تعني القطيع الكاملة هي من الصعب أن تصل إليها، لأن لكل منهما يوجد حساباته الداخلية المرتبطة بالآخر، وهناك ما يشده إلى الوراء. ولذلك نحن نلاحظ أن بايدن عندما يتحدث عن نتنياهو ويهاجمه وينتقده، إنما يتحدث عن ذلك من منطلق الدفاع عن إسرائيل، فيقول أن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما يفيدها، ويقول أنه يدعم وقف إطلاق النار لأن هذه هي المصلحة الإسرائيلية، يقول أنه يريد الآن أن يغير كل اتجاه الحرب لأن هذه الحرب لا تعود بالفائدة على إسرائيل. فكل الوقت ينتبه إلى أن يحتضن إسرائيل ويواصل التفريق ما بين نتنياهو وبين الحكومة من جهة، وبين الحكومة وبين الشعب في إسرائيل من جهة أخرى. لذلك هذه حسابات مهمة. من يتهور في العلاقة هو نتنياهو، على الرغم من أنه أيضا لنتنياهو توجد محاذير في التعامل مع السياسة الأمريكية، خصوصا وأنه مقبل على مواجهة ترامب، وترامب قد يدعمه سياسيا ولكنه شخصيا لا يطيق نتنياهو. ونتنياهو من هذه الناحية يجري بعض الحسابات، لكن في النهاية يتهور أكثر ويزيد من عدد خصومه حتى من الحزب الجمهوري. يعني هم لا يطلقون شخصية متمردة على السياسة الأمريكية، هم يريدون من هو موال قوي في بلده وموال بشكل كبني جانس. نعم، وطبعا مثل ياباني جانس، ولكن نتنياهو ليس مواليا وليس قويا. الأمريكيون يحبون القيادة القائد القوي، ولذلك يجدون في نتنياهو اليوم فرصة للسعي لتطييره من الحكم. لديهم من يساندهم في ذلك في الشارع الإسرائيلي وحتى في الحكومة الإسرائيلية، ويقولون أنه بعض أعضاء الليكود أيضا يسيرون في هذا الاتجاه. في هذه الأثناء نتنياهو نجح في توجيه ضربة لهذا التيار، التيار الأمريكي الإسرائيلي، عن طريق تفكيك حزب جانس. معروف أن جانس لديه المعسكر الرسمي، هذا هو اسم الحزب، والآن انشق عنه ثلث أعضاء الحزب بقيادة جدعون سعر، وهذه ضربة مهمة. وسعر يريد أن يبقى في الحكومة، يعني يبقى مقربا من الليكود، ولهذا نتنياهو يعني يهز رأسا ما يقول لدي أنا أيضا أدوات أستطيع أن أستخدمها فلا تزدوها علي. هل من الممكن كما ذكرت رويترز بأن يقدم على اقتحام رفح أو شن عملية في رفح الفلسطينية قريبا؟ لا أعتقد ذلك في الوقت الحاضر، طالما أن الولايات المتحدة لا تقبل بهذا الهجوم فلن تفعل. المشكلة هي أن الولايات المتحدة لا تقول له لا تجتاح رفح، هي تقول له لا تجتاح رفح إلا إذا ضمنت أن يكون هنالك حل لقضية المدنيين في رفح. وهي ونتنياهو حزب الجيش الإسرائيلي عدوا خطة لترحيل النازحين من الشمال إلى رفح، وإذا نجحت مثل هذه الخطة، طبعا أنا لا أعتقد أنه يوجد أي إمكانية لاجتياح رفح من دون إنزال يعني دمار شديد إضافي وقتلى ومزيد من القتلى. الآن أصلا يعني إسرائيل تقوم بقصف رفح، يعني حوالي ثلث رفح أو على الأقل 30% من رفح دمرت حتى الآن، فكم بالحري عندما يتفرغون لها تماما. لهذا الآن من الصعب أن تقوم إسرائيل في هذه العملية خلال شهر رمضان، ولكن الأمريكيين ينتظرون أن يكون هنالك رد فعل في إسرائيل يتيح لهم أن يأخذوا موقفا أحد أو أكثر حدة. إذا ما لم تنجح المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار مؤقت، وكما يبدو على الرغم من كل المصاعب في هذه المفاوضات،
الولايات المتحدة مقتنعة بأن هنالك توجه قوي لأن تنجح الخطوة هذه في نهاية المطاف، خصوصا الآن بعد التحركات الجارية في إسرائيل، المظاهرات. اليوم استقال ممثل الجيش الإسرائيلي في لجنة المفاوضات وقال استقال لأنه يجد أن الحكومة الإسرائيلية لا تعمل بشكل كاف لإنجاح هذه المفاوضات، وهنالك أكثر من إشارة تدل على أن نتنياهو بات في وضع حرج أمام الجمهور الإسرائيلي في هذا الشأن. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم من الناصرة السيد نظير مجلي خبير الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.